السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الأجر Enterprise Governance. هنتكلم النهاردة يا شباب زي ما قلنا في الفيديو السابق عن الأجر Blueprint، وعلشان نفهم إيه هو أصلا Blueprint ده، لأن المعلومات المتعلقة به للأسف الشديد قليلة جدا، وده لأنه مش كتير اللي بيشتغل به، مع إنك لو فهمته هتحب او هتفضل ان انت تشتغل بيه لانه بيسهل عليك الدنيا تماما. علشان نفهم ايه هو البلوبرينت، انا هحتاج من حضرتك تركز في الباك جراوند اللي انا حاططها لك ديت، علشان هنرجع لها تاني ونفهم هو ايه المغزى منها. وتعالوا كده سريعا نروح مع بعض على الوايت بورد اللذيذه ونقول ان احنا ان شاء الله هنتكلم على الاجر Blueprint. طيب، لو عندك قطعة من الأرض حابب تبني عليها بيت أو فيلا أو عمارة سكنية أو حتى مصنع، أنت هتضطر تروح لمكتب هندسي علشان يصمم لك الرسم الهندسي بتاعك اللي فيه المساحات وتوزيع الغرف والطرقات و بعد ما صممت ونفذت، جه واحد تاني في منطقة تانية عجبوا الديزاين ده فقال لك هو انت رحت لميني عشان ينفذه لك؟ فقلت له والله رحت المكتب الهندسي الفلاني. فهو دلوقتي بين خيارين، خيار صعب وخيار سهل جدا. هو ليه يروح لنفس المكتب علشان يعمل له نفس الديزاين اللي عجبه؟ طب ما ممكن يستعين بنفس الديزاين ياخده منك وينفذه، وحضرتك كمان ممكن تاخد نفس الرسم ده فيما بعد وتنفذه على مكان تاني مع تعديلات بسيطة، صح كده؟ وارد. وعلشان نقرب الدنيا أكتر كده ونفهم بشكل مركز، هقولك إنه في مرة من المرات اتطلب منك تاسك معينة بتقول إيه؟ بتقول إن الشركة محتاجة تعمل عندك 2 VM، واحدة ويندوز وواحدة لينكس. يعني التاسك بتقول كده إن هيبقى فيه 2 VM، دي واحدة وآدي واحدة، ديت من نوع ويندوز وديت من نوع لينكس. وتقلك من ضمن التاسك انه اليوزر اللي اسمه يوزر 1 هيبقى اونر على الماشين اللي هي ويندوز، بينما هيبقى كونتريبيوتر على لينكس. وتقلك من ضمن التاسك ان البوليسي اللي هتطبق على الفي ام اللي من نوع ويندوز هتبقى عبارة عن ان اللوكيشن يبقى في منطقة اليابان، بينما البوليسي اللي هتطبق على اللينكس هيبقى اللوكيشن بتاعها في بريطانيا. وتقلك كمان انه الريسورس جروب اللي هتشيل الويندوز اسمها ريسورس جروب 1، بينما الريسورس جروب اللي هتشيل جهاز اللينكس هيبقى اسمها ريسورس جروب 2. اتفضل نفذ التاسك ديت. انت استسهلت الدنيا وهي بسيطه وسهله. فاول حاجه هتعملها حضرتك ان انت تفتح البورتال بتاعتك، تاني خطوة هتروح تعمل new resource group، سميه resource group 1، تحط فيه الـ VM اللي من نوع ويندوز، بعد كده هتطبق البوليسي اللي بتقول ان اللوكيشن بتاعها يبقى اليابان، بعد كده هتطبق الرول اللي بتقول ان يوزر 1 ده راجل اونر. بعد كده تكرر نفس السيناريو، تروح تعمل ريسورس جروب اسمه 2 وتنزل بالفي ام لينكس، بعد كده تديها بوليسي، بعد كده تديها الرول وتقول ان التاسك دان.
وكده ممكن ياخد منك وقت تقريبا من 5 إلى 10 دقايق ماكسيمم. طيب لو كانت بقى التاسك بتقول ايه؟ بقول لك يا باش مهندس احنا عندنا بورتل تحتوي جواها عدد 5 سبسكريبشن، ادي سبسكريبشن 1 وادي سبسكريبشن 2 وادي سبسكريبشن 3 وادي سبسكريبشن 4 وادي الفايل. واتقال لك ان احنا محتاجين نعمل ويب ابلكيشن في كل سبسكريبشن من دول، ادي ويب ابلكيشن ويب ابلكيشن ويب وادي ويب وادي ويب ابلكيشن. واتقال لك ان احنا هنعمل بوليسي هتقول ان الويب ابلكيشن ده يبقى اللوكيشن بتاعه كندا، واتقال لك ان الرول اللي هيتطبق على الويب ابلكيشن ده هيبقى عباره عن ان اليوزر اللي اسمه يوزر 1 هيبقى اونر على جميع السبسكريبشن ديت. اتفضل نفذ التاسك. فحضرتك مضطر ان انت تدخل على كل سبسكريبشن على حده تعمل لها رول وبوليسي، وهنا رول وبوليسي، وهنا رول وبوليسي، وكرر التاسك دي. الامر سهل ولكن هيطول وياخد منك وقت. هنا هيجي دور الاجر بلو برينت، وعلشان كده انا قلت لك ركز في الخلفيه علشان هنرجع لها. ليه بقى؟ شايفين الكرسي ده هو نفسه ده، ولكن ده اتجاهه كده وده اتجاهه كده. يعني ايه الكلام ده؟ Azure Blueprint بيتيح لك، او هي خدمه من مايكروسوفت بتتيح لحضرتك تكرار المجموعات في اكتر من منطقه. تمام. الاجر بلو برينت يا شباب باختصار شديد جدا ما هو الا كونتينر بيحوي داخله 4 أشياء. الاجر بلو برينت هنقول ان هو كونتينر جواه 4 حاجات: بوليسي ورول وأجر ريسورس مانجر وريسورس جروب. انت ممكن تعمل بلو برينت فيما يتعلق بالبوليسي او فيما يتعلق بالرول او فيما يتعلق بالبوليسي والرول مع بعض او فيما يتعلق بالبوليسي والرول والريسورس مانجر والريسورس جروب كلهم، ويتخزنوا في مكان واحد اللي هو البلو برينت. وتيجي حضرتك لما تطبق البلو برينت ده يسألك يقول لك حضرتك هتطبق على مستوى سبسكريبشن ولا مستوى جروب مانجمنت؟ ايه هو الجروب مانجمنت؟ قلناه في الجزء النظري اللي هو مستوى من مستويات الإدارة بيبقى مخصص للناس اللي عندها اكتر من سبسكريبشن حابه تجمعهم كده في مكان واحد. فتيجي لما تطبق البلو برينت لو عندك ميني سبسكريبشن هتطبق نفس التمبلت الخاصه بالبلو برينت وتقول له روح طبقها لي على كل الجروب مانجمنت، فتطبق هنا وهنا 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 بنفس الرول بنفس البوليسي بنفس الريسورس جروب بنفس الريسورس مانجر. طيب الاجر بلو برينت هي خدمه مدفوعه ولا خدمه فور فري؟ مايكروسوفت بتقول لك ان هي سيرفيس مجاني تماما، حضرتك بتقدر تستفيد منها او بتشتغل عليها على اي سبسكريبشن من اي نوع من غير ما تدفع حاجه، زيها زي الاكتيف دايركتوري. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله احنا هنعمل
كومبير أو مقارنة كده بسيطة بين البلو برينت وبين البوليسي والرول والأجر ريسورس مانجر والريسورس جروب. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.